السلام عليكم. إن شاء الله هنكمل حل كتاب الرائد. إحنا في صفحة 104، السؤال رقم 22. حلقتين دائرتين متحدة المركز في مستوى واحد. كلمة مستوى واحد ده معناه إن هيجمعوا أو هيطرحوا على حسب اتجاه التيار. طب يحملان تيار أي واحد وأي اتنين في اتجاهين متضادين، أدام اتجاه التيار مختلف في الحلقتين، يبقى إذن البي توتال هتتجاب بالطرح. لما نيجي نطرح لازم نعرف مين البي الكبيرة ومين بي الصغيرة. فلقينا ان البي توتال عبارة عن نص بي واحد، يعني بي واحد اكبر حتى من المحصلة، فكده احنا عرفنا ان بي واحد هي الاكبر، وكانت ار اتنين بتساوي اتنين ار واحد. عايز النسبة بين اي واحد لاي اتنين. هبدأ حل المسألة من ان البي توتال بتساوي نص بي واحد. هفك البي توتال، هقول عبارة عن بي واحد ناقص بي اتنين بتساوي نص بي واحد. طبعا هبعت البي واحد الناحية دي، هتبقى دي بي واحد، اشيل منها نص بي واحد، وهودي البي اتنين الناحية التانية بإشارة موجبة. الواحد لو شلت منه نص هيتبقى نص، يبقى احنا عندنا نص بي واحد بتساوي بي اتنين، وبالتالي انا ممكن اضرب في اتنين عشان اخلص من النص ده، يبقى بي واحد هضرب هنا في اتنين واضرب هنا في اتنين، يبقى بي واحد بتساوي اتنين بي اتنين. اقدر اعمل نسبة بين بي واحد الى بي اتنين، يبقى بيساوي بي واحد على بي اتنين ما ترجعش فاضي، يبقى اتنين على واحد. النسبة دي هتفيدني ان انا محب اكتب النسبة، هقول ان عبارة عن ان واحد على ان اتنين زي ما شرحنا في الفيديو اللي فات، في ار اتنين على ار واحد، في اي واحد على اي اتنين. وابدأ اقول اتنين على الواحد بتساوي، هما حلقتين يعني عدد اللفات في الاول بواحد وعدد اللفات في الملف الثاني بواحد، يبقى هحذف العدد اللفات. ار اتنين احنا عندنا علم بار اتنين في المسألة ان ار اتنين بيساوي اتنين ار واحد، فهشيل ار اتنين واكتب اتنين ار واحد على ار واحد في اي واحد على اي اتنين. الار واحد هتحذف مع الار واحد، تبقى اي واحد على اي اتنين بتساوي طب اتنين على اتنين يعني واحد لواحد، يبقى انا هختار الاختيار رقم الف. هنيجي على السؤال اللي بعده. الشكل البياني الذي يوضح العلاقة بين كثافة الفيض عند مركز ملف دائري ونصف القطر. طبعا العلاقة اللي بين البي والار علاقة عكسية، يا ترى في الرسمة دي فين العلاقة العكسية؟ هنا بيقول لي ان العلاقة ثابتة او مفيش علاقة بينهم، وهنا بتقول لي ان العلاقة عكسية، دي رمز العلاقة العكسية، اما دي طردية ودي تناقصية. نشوف السؤال اللي بعده. سلك مستقيم على هيئة حلقة دائرية. كلمة حلقة دائرية يعني عدد اللفات بواحد، يبقى ان في الحالة الأولى بواحد، فكانت كثافة الفيض عند المركز هو بي واحد، فإذا تم لف السلك نفسه، كلمة نفس السلك ده معناه إن طول السلك ثابت، وبالتالي هعرف إن في علاقة عكسية بين عدد اللفات ونصف القطر، وده إحنا وضحناه في الفيديو اللي فات. على هيئة ملف دائري عدد لفاته 3 لفات، يبقى الـ N 2 بـ3 لفات، ومر به نفس التيار، يعني أي واحد هي أي 2، فتكون كثافة الفيض التانية كام؟ بـ 2 بكام؟ فإحنا هنقول عندنا بـ 1 على بـ 2 بيساوي N 1 على N 2 في R 2 على R 1 في اي واحد على اي اتنين. طبعا هحذف اي واحد واي اتنين لانهم نفس التيار، التيار ده هيطير مع التيار ده، وهعوض هقول بي واحد على بي اتنين بتساوي ان واحد على ان اتنين. هنا ادام نفس السلك فانا بعتمد ان حصل حاجة في عدد اللفات وفي نفس الوقت حصل حاجة في نصف القطر. لما يكون عندي لفة واحدة وابدأ افكها واعملها ثلاث لفات هيكون على حساب نصف القطر ادام طول السلك ثابت، فهستبدل ار اتنين بإن واحد واستبدل ار واحد بإن اتنين، ويبقى الناتج ان واحد تربيع على ان اتنين تربيع. تعالوا نعوض بي واحد على بي اتنين بتساوي عدد اللفات في الاول بواحد اربعه يبقى واحد، وعدد اللفات في الحالة التانية تلاتة اربع التلاتة عشان دي ان اتنين تربيع يبقى تسعة، اضرب طرفين فوسطين يبقى بي اتنين بتساوي تسعة بي واحد، يبقى كده الاختيار رقم ج تسعة بي واحد. نشوف السؤال اللي بعده. ملفين دائريين متعامدين ومتماثلين على بعضهم البعض. كلمة متماثلين يعني عدد اللفات زي بعض، نصف القطر زي بعض، التيار اللي بيمر فيهم زي بعض، بس هما متعامدين، وبالتالي أنا هعتبر إن كثافة الفيض الناتجة عن الملف الأولاني بي، ويبقى الملف التاني برضو كثافة الفيض الناتجة عند مركزه هتبقى بي. ماشي، تكون النسبة بين كثافة الفيض الناتجة عن أحد الملفين وكثافة الفيض الكلية كام؟
هنقول البي توتال هتتجاب في الملفات المتعامدة فيثاغورس الجذر التربيعي لمربع الأول بي تربيع زائد مربع الثاني بي تربيع لأنهم زي بعض، يبقى البي توتال هتساوي بي تربيع وبي تربيع 2 بي تربيع. مين يخرج بره الجذر؟ اللي يخرج بره الجذر البي وتتبقى جذر 2، يبقى البي توتال بي جذر 2. طب أنا عايزة أعمل نسبة بين مين ومين؟ عايزة أعمل نسبة بين كثافة الفيض الناتجة عن أحد الملفين وكثافة الفيض التوتال، يعني عايزة البي على البي توتال. طبعا كثافة الفيض للملف الواحد احنا طورناها بي، والبي توتال احنا جبناها بي جذر 2. طبعا البي هتطير مع البي ويتبقى واحد على جذر 2. ادور على الاختيار ده هلاقي رقم 3 واحد على جذر 2. طيب نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده في الشكل المقابل تكون كثافة الفيض عند النقطة او اي. اول حاجة هاجي على السلك ده، السلك ده مجاله اكسات فوقيه وتحت نقط. طبعا النقطة دي يعني المجال السلك أعلاه وأسفله، المجال ما بيجيش امتداد السلك، وبالتالي النقطة O مش واصل لها مجال من السلك ده. لا تاني، السلك مجاله أعلاه وأسفله، مش ليه امتداد. طيب الملف الدائري ده مجاله شكله ايه؟ ادي اتجاه التيار، يبقى ده اتجاه المجال، يبقى اتجاه المجال نقطة عمودي على الصفحة للخارج. طيب معايا السلك ده اخطط مجاله، ادي الابهام مع التيار، يبقى هنا اكسات وهتبقى الناحيه دي نقط. طيب مجال السلك ده، مجال السلك ده واصل للنقطه على اخر لحظه، واصل لها نقطه من الحرف ده، وبالتالي هيبقى البي اللي جايه من السلك عمودي على الصفحه الخارج، والبي اللي جايه من الملف عمودي على الصفحه الخارج، اذا البي هتجمع. يبقى هنا البي توتال هتبقى عباره عن بي حلقة أو بي ملف، مش هسميها حلقة لأنها نص حلقة، بي ملف زائد بي سلك. نعوض، بي ملف عبارة عن ميو، طبعا عدد اللفات نص، طيارها اي على 2 ار، زائد بي سلك عبارة عن ميو طياره اي على 2 باي ار، لأن بعده عن النقطة هو نصف قطر، يبقى ده نصف قطر وده كمان نصف قطر، يبقى 2 باي ار. ماشي، النص ده هينزل تحت في المقام يضرب في الاتنين، يبقى فوق ميو اي على 4 ار زائد هنا ميو اي على 2 باي ار. هدور على الاختيار ده هلاقيه رقم جيم، ادي ميو اي، ميو اي وهنا 4 ار وهنا ميو اي على 2 باي ار. نشوف بقية الأسئلة. رقم 27، حلقتين دائريتين نصف قطر كل منهما 2 باي سنتيمتر، يبقى نصف قطر الأول 2 باي سنتي، هضرب في 10 أسالب 2 عشان أحولها، ونصف قطر الثاني 2 باي سنتي، يعني 2 باي في 10 أسالب 2 عشان أحولها لمتر. متعامدان، ده معناه إن هجيب البي للملف الأول وبي للملف الثاني، وأجيب التوتال عن طريق فيثاغورس عشان البي متعامد، على بعضهما يمر بيهم تيارين 3 أمبير و4 أمبير، يبقى أي 1 بيساوي 3 أمبير واي 2 بتساوي 4 امبير. عايز البي توتال كثافه الفيض عند مركزيهم. هجيب البي للملف الاول عباره عن ميو، ميو في اي على 2 ار، ميو ان اي على 2 ار، طبعا هم حلقتين يعني الان بواحد، هعوض عن الميو هقول 4 باي في 10 اس سالب 7 عدد اللفات بواحد والتيار الاول ب3 على 2 ار، قيمة الار 2 باي في 10 أس سالب 2، 2 في 2 ب4 باي، هيروحوا مع ال4 باي، ويتبقى هنا 3 في 10 أس سالب 5 تسلا. هنجيب بي 2 عبارة عن ميو اللي هي 4 باي في 10 أس سالب 7 في الان عدد اللفات بواحد لانها حلقة، الاي ب4 امبير في 4 على 2، قيمة الـ R 2 باي، وهحولها في 10 أس سالب 2، 2 في 2 ب4 باي، هيروح مع ال4 باي، ويتبقى 4 في 10 أس سالب 5 تسلا. هنجيب البي توتال عشان الملفات متعامدة، هنقول الجذر التربيعي لبي 1 تربيع زائد بي 2 تربيع، وعوض البي 1 3 في 10 أس سالب 5 الكل تربيع، زائد 4 في 10 أس سالب 5 الكل تربيع. هجيبها بالآلة الحاسبة هتطلع معايا الناتج 5 في 10 أس سالب 5 تسلا.
ادور على الناتج هنا هلاقي الرقم ب 5 في 10 اس سالب 5 تسلا. هشوف السؤال اللي بعده. الكترون ذره الهيدروجين يدور دوره كامله في مدار نصف قطره، يبقى الار بيساوي 8 من 10 متر، الزمن 2 ثانيه، تكون كثافه الفيض عند مركز الملف. طبعا كثافه الفيض ميو ان اي على 2 ار. احنا عايزين نجيب الاي، هنقول الاي بيساوي ان في اي على تي. طبعا هنا عندنا الكترون واحد يعوض، يبقى الان بواحد، الاي بيساوي 1.6 في 10 اس سالب 19 على 2، هتطلع قيمتها 8 من 10 في 10 اس سالب 19. هبدا اتعامل مع القانون كثافه الفيض، البي بتساوي، هو طبعا هبص على الاختيارات هلاقي الاختيارات موجوده بدلاله الميو، فانا مش هفك الميو، هسيب الميو موجوده، ميو الان بواحد، قيمة التيار 8 من 10 في 10 أس سالب 19 على 2R. هنا عندنا نصف القطر ب 8 من 10، هحسبها هتطلع الناتج عندنا بحوالي 5 في 10 أس سالب 20. هدور على 5 في 10 أس سالب 20 مش هلاقيها، هلاقي القيمة دي لو أنا قسمت 10 أس سالب 19 على الاتنين هتطلع هي دي 5 في 10 أس سالب 20. طبعا دي كده بدلالة الميو تسلا. نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده، الكترون ذرة الهيدروجين يدور في مسار دائري نصف قطره 53 من 100 أنجستروم، يبقى الار بتساوي 53 من 100 أنجستروم، دي وحدة صغيرة هحولها أضرب في 10 أس سالب 10 عشان أحولها لمتر، بحيث يحدث 6.6 في 10 أس 15 دورة لكل ثانية، ده التردد، يبقى التردد 6.6 في 10 أس 15، فتكون كثافة الفيض عند المركز، عايز البي عند المركز، يبقى أنا هعتبر دورة الإلكترون ذرة الهيدروجين حوالين المركز كأنه عمل لي ملف دائري. هنكون محتاجين نجيب الأي، هنقول الأي بيساوي إي في نيو. اللي مش واخد باله القانون ده جه منين، انا هسيب لكم في صندوق الوصف الفيديو اللي فيه استنتاج القانون ده من الفصل الاول. يبقى الاي بيساوي اي في نيو، يبقى الاي بيساوي 1.6 في 10 اس سالب 19 في التردد اللي هو 53 في التردد اللي هي 6.6 في 10 اس 15، يبقى احنا هنضرب دي بالاله الحاسبه هيطلع القيمه 1.056 في 10 اس سالب 3 امبير. هنكتب القانون ب بيساوي ميو في ان اي على 2 ار، قانون الملف الدائري، هفك ميو 4 باي 3.14 من 100 في 10 اس سالب 7 في الان بواحد، لفه واحده الاي قيمتها اللي احنا جبناها اللي هي 1.056 في 10 اس سالب 3 على 2، الار هنا قيمتها 53 من 100 في 10 اس سالب 10، هنقسمها بالآلة الحاسبة هتطلع 12.5 تسلا. هدور على الاختيارات هلاقيها رقم ب. هنشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 30، الكترون ذرة الهيدروجين يدور في مسار نصف قطره، يبقى الار بيساوي 5.2 في 10 اس سالب 11 متر، مش عايزة تتحول، وينتج عنه مجال كثافته البي بيساوي 12.56 تسلا، فيكون التيار. انا هقول البي بيساوي ميو في ان اي على 2 ار، اعوض عن البي ب 12.5 و56 من 100، هنعوض عنها في قيمة البي وهتساوي ميو 4 باي 3.14 من 100 في 10 اس سالب 7، الان طبعا واحد، الاي هنا مجهولة، على 2 ار، ادي الاتنين والار ب 5.2 في 10 اس سالب 11، هضرب طرفين في وسطين يبقى 4 في 3.14 من 100 في 10 أس سالب 7 في قيمة الأي بتساوي ده في ده 12.56 في 2 في 5.2 في 10 أس سالب 11. عشان أجيب الأي هقسم البعيد على القريب، يبقى الأي بتساوي 12.56 في 2 في 5.2 في 10 أس سالب 11 على 4 في 3.14 في 10 أس سالب 7. هنحسب قيمة الاي هتطلع 1.4 في 10 أس سالب 3 أمبير، هدور عليها هلاقيها الاختيار رقم دي.
نشوف السؤال اللي بعده. إلكترون يدور في مسار دائري نصف قطره R يصنع N دورة في الثانية. N دورة في الثانية ده التردد، يبقى التردد عبارة عن N، فتكون كثافة الفيض. طبعا ال N دي هجيب منها ال I عبارة عن N في E. E دي شحنة الإلكترون اللي احنا ممكن نسميها ايه داش زي ما هو رمز لها هنا. فعايز قيمة ال B، هنقول ال B بتساوي ميو I، عشان هنا اللفات هنعتبر الملف ده مكون من لفة واحدة، على 2R. يبقى الميو موجودة، وهشيل ال I واكتب N E داش على 2R، يبقى هو الاختيار رقم د. نشوف بقية الأسئلة. هنكمل كتاب الرائد، احنا في صفحة 105، السؤال رقم 32. قوس من دائرة نصف قطرها R يصنع زاوية باي على 2 عند المركز ويحمل تيار I، فيكون كثافة الفيض عند المركز. دلوقتي احنا عايزين نعرف عدد اللفات. هعرف عدد اللفات ازاي؟ احنا عندنا قانون بيقول لنا عدد اللفات بيساوي سيتا على 360. هنا الزاوية اللي بيصنعها باي على 2 على 360 دي عبارة عن 2 باي. هنطير دي مع دي، ودي هتنزل تحت في المقام، هيبقى عدد اللفات بربع، يبقى اللفات بربع لف. اذا البي هتساوي ميو في عدد اللفات اللي هي ربع في الاي على 2R، يبقى بتساوي ميو اي. مقام البسط مقام، الاربعة هتنزل في المقام تلاقي 2 تضرب فيها تبقى 8R، يبقى ميو اي على 8R. هنلاقي الإجابة رقم د، ميو اي على 2R. نشوف السؤال اللي بعده. حلقتين معدنيتين متحدة المركز وفي مستوى واحد يمر بكل منهما تيار اي، يبقى الحلقتين دول تيارهم واحد ومتحدين المركز، اتجاه الفيض عند المركز المشترك بيكون اتجاهه ازاي؟ طبعا احنا لما هنيجي نجيب البي توتال هنجيبها بالطرح، لان اتجاه التيار مختلف. طيب الاتجاه المجال بقى الناتج عن الحلقتين هحدده بناء عن ايه؟ بناء عن الحلقة اللي بتعطي مجال اكبر. طب مين الحلقة؟ هقارن من ناحية التيار، طب التيار واحد، هقارن من ناحية نصف القطر، نصف القطر مش واحد، الحلقة الصغيرة نصف قطرها صغير، والبي والار عكسية، العلاقة عكسية، وبالتالي البي اللي جاية من الحلقة الصغيرة هتبقى بي اكبر من البي اللي جاية من الحلقة الكبيرة بفضل نصف قطر الصغير، عشان العلاقة عكسية بين البي والار. طيب انا كده عرفت ان الملف الداخلي هو اللي هيسبب لي بي اللي هتبقى اتجاه البي توتال تبعه. طيب انا هركز بقى مع تيار الحلقة الصغيرة، التيار ده هو اتجاهه بهذا المنظر، يبقى اتجاه المجال عمودي على الصفحة للخارج، يبقى انا هختار الاختيار رقم د خارج الصفحة. نشوف بقية الاسئلة. السؤال رقم 34، كثافة الفيض الناتج عند مركز حلقة دائرية نصف قطرها R وتحمل تيار شدته R، يبقى انا هجيب البي حلقة عبارة عن ميو، هي حلقة يعني عدد لفاتها بواحد، مضروبة في الاي شدة التيار اي على 2R ونصف القطر R. تمام، ايه علاقتها بكثافة الفيض عند نقطة على بعد R من سلك؟ يبقى دلوقتي عايزة اعرف علاقة البي حلقة اكبر ولا اصغر من البي اللي ممكن يحققها السلك، من البي اللي ممكن يحققها السلك. السلك ده بيبعد عند نفس النقطة، بيبعد عند نقطة على بعد R، في نقطة بعدها R من السلك يحمل تيار شدته 3I. هقول بي سلك عبارة عن ميو في قيمة التيار 3I على 2باي البعد النقطة عن السلك R، يبقى 2باي R. يبقى أنا عندي بي حلقة وبي سلك، هسمي بي حلقة بي واحد وبي سلك بي اتنين. عايز أعرف بي واحد أكبر ولا أصغر من بي اتنين، فأنا هعمل نسبة بي واحد على بي اتنين تساوي، أكتب بي واحد اللي هي ميو I على 2R، بدل ما اقسم هضرب واقلب المقام بسط والبسط مقام، يبقى 2 باي ار على 3 ميو اي. الميو هتطير مع الميو، والاي مع الاي، والار مع الار، هيتبقى والاثنين مع الاثنين، هيتبقى فوق باي وتحت 3. هضرب طرفين فصتين بي واحد في 3 ب 3 بي واحد، وهضرب بي 2 في باي يبقى باي بي 2. عايز اعرف بي واحد اللي هي بي الحلقه اكبر ولا اصغر، فهخلي بي حلقه في طرف لوحدها عباره عن باي في بي 2 على 3. لو ركزت هلاقي الباي دي عباره عن 3.14 من 100، والمقام 3، اذا البسط اكبر من المقام،
اذا البي واحد دي هتبقى اكبر، يبقى احنا عندنا البي واحد هتبقى اكبر من بي اتنين. نشوف السؤال اللي بعده. تزداد كثافة الفيض عند مركز ملف دائري بتقليل، البي بتتناسب عكسي مع نصف القطر، ونصف القطر موجود في مين في دول؟ موجود في المساحة، يبقى أنا هختار مساحة المقطع لأن أنا بدور على نصف القطر، ونصف القطر موجود في المساحة، المساحة باي آر تربيع، يبقى هختار الاختيار رقم ألف. نشوف السؤال اللي بعده. السؤال 36، ملف دائري عدد لفاته N ونصف قطره R يمر به تيار شدته I متصل ببطارية قوتها الدفع ب باتري مهمل المقاومة الداخلية، فإذا قطعت نصف لفاته ووصلت بنفس المصدر. الجزئية دي أنا شرحها في نظري الفصل الثاني، وهسيب برضو الفيديو موجود في صندوق الوصف تراجعوا يعني إيه هوصله بنفس المصدر. أنا هكتب القانون بي بتساوي ميو في ان اي على 2 ار. ادام قال لي نفس المصدر يبقى انا هفك الاي لفي باتر على ار. بي بتساوي، ما هو لما تكون الفي الاي احنا عندنا الاي بتساوي الفي باتري على الار، فلما بتكون الفي باتري ثابته بيبقى في علاقه عكسيه بين الاي والار لازم نذكرها، يبقى ميو في ان في في باتري على 2 ار، وهتنزل هنا الار عشان في باتري على الار بكام الاي. ماشي، هعتبر هذا المقدار كله بواحد، يعني هعتبر الميو بواحد والان بواحد والفي باتري بواحد والاتنين بواحد والار بواحد والار دي بايه والمقاومه بواحد. ده في الاول. لما هقص نص اللفات هشوف ايه اللي هيحصل، اللي هيتغير بس هو اللي هذكر قيمه التغير، يبقى البي. لما نقص نص اللفات هل الميو هتتاثر؟ لا مش هتتاثر، يبقى عدناها واحد زي ما انا افترضت في الاول. طب عدد اللفات هيتاثر؟ ايوه هيبقى النص. طب الفي باتري هتتأثر؟ لا الفي باتري مش هتتأثر لأنها مقدار ثابت. طيب الاتنين هتتأثر؟ لا احفظها بواحد. طب نصف القطر هيتأثر؟ لا احنا هنقص اللفات وبالتالي نصف القطر مش هيتأثر. طيب المقاومة أدام اللفات قلت للنص يبقى المقاومة هتقل هي كمان للنص، وبالتالي النص هيطير مع النص وهينتج الناتج واحد لواحد زي ما هو كان في الأول، يبقى أنا هختار إنها لا تتغير. يبقى هقول لا تتغير. اللي مش فاهم الجزئيه دي يراجع النظري بتاع الفصل الثاني. السؤال اللي بعده، ملفين دائريين متحده المركز في مستوى واحد عدد لفاتهم 100 و300. يبقى احنا دلوقتي عندنا لفات الاول عدد اللف، يبقى لفات الملف الاول 100 ولفات الملف الثاني 300. ماشي، قطر الاول ضعف قطر الثاني، يبقى ار واحد بتساوي 2 ار 2، قطر الاول النسبه بين الاقطار زي النسبه بين انصاف الاقطار ضعف قطر التاني، ويمر بالاول يبقى اي واحد 6 امبير. ما شده التيار المار في الملف الاخر حتى تنعدم كثافه الفيض عند المركز المشترك؟ دلوقتي احنا ادام هتنعدم كثافه الفيض يبقى احنا لازم نقول ان بي واحد بتساوي بي 2، يبقى بي واحد هتساوي بي 2. نفك القانون ده، هو هنقول ميو في ان واحد بمية في اي واحد قيمته 6 على 2 ار واحد، اي هنشيلها ونكتب 2 ار 2، هيساوي بي 2 عبارة عن ميو عدد لفات الملف الثاني 300 في تياره مجهول على 2 ار 2، هسيبها ار 2، هتطير الاثنين مع الاثنين والار 2 مع الار 2 والميو مع الميو والاصفار مع الاصفار. هنختصر 2 مع 6 تبقى 3، يبقى احنا هنا عندنا 3 على 1 وهنا 3 اي 1 على 1، هيبقى اي 1 عبارة عن 3 على 3 بيساوي 1 امبير، يبقى احنا هنختار الاختيار رقم ج 1 امبير. السؤال رقم 38، حلقتين دائريتين يبقى عدد اللفات بواحد متحد المركز في مستوى واحد يمر في الحلقة الداخلية تيار اي واحد، يبقى هو هيعتبر الحلقة الداخلية اي واحد وهيعتبر يعني هيعتبرها رقم واحد وهيعتبر الحلقة الخارجية رقم 2. ماشي، اذا كان قطر احدهما ضعف قطر الاخر، طبعا مين اللي هيبقى الضعف؟ اكيد الملف الخارجي هو اللي قطره هيبقى كبير، يبقى انا هعتبر ان ار 2 ضعف ار 1، فإن العلاقة بين شدة التيار فيهما لكي تنعدم كثافة الفيض عند المركز المشترك،
يبقى علشان تنعدم لازم تبقى نقطة تعادل، يعني بي واحد هتساوي بي اتنين. هبدأ أفك بي واحد، هقول عبارة عن ميو ال ان هي حلقة بواحد، طيرها هسميه اي واحد على تو ار واحد، وهنا ميو عدد اللفات بواحد، وهنا اي اتنين على تو، هنا ار اتنين هشيلها واكتب اتنين ار واحد، يبقى اتنين في ار واحد. هحذف الميو مع الميو، وهحذف التو مع التو، والار مع الار، يتبقى هنا اي واحد، ويتبقى هنا اي اتنين على اتنين. يبقى انا هدور على الاختيارات هلاقي رقم الف اي واحد بيساوي اي اتنين على اتنين. شوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 39، حلقتين دائريتين متحدة المركز في مستوى واحد يمر كل منهما نفس التيار، يبقى اي واحد بيساوي اي اتنين كما بالشكل، فاذا كان قطر احدهما، طبعا الملفين في واحد داخلي وواحد خارجي، فهو بدأ بمين؟ بان في واحد فيهم ثلاث امثال قطر الاخر، يبقى هو بيتكلم عن الملف الخارجي. الملف الخارجي دايما بيكون نصف قطره اكبر من نصف قطر الملف الداخلي، فانا هتعامل مع ان الملف الخارجي هو الملف رقم واحد والملف الداخلي هو رقم اتنين. ماشي، يبقى احنا عندنا دلوقتي ار واحد بتساوي تلات امثال ار اتنين، النسبة من الاقطار هي زي النسبة من انصاف الاقطار، فاذا كان قطر احدهما اللي هو الخارجي اللي هو سميته ار واحد بيساوي تلاتة ار اتنين، فان العلاقة بين عدد لفاتهم كي تنعدم كثافة الفيض عند المركز المشترك كام؟ عشان تنعدم كثافة الفيض يبقى لازم بي واحد تساوي بي اتنين، بي خارجي هنعتبر ان الخارجي هو الواحد بيساوي بي اتنين داخلي. هو طبعا موضحش مين الملف الاول والملف التاني، احنا هنتعامل على انه اللي بدأ بي احداهما ده الاول. طيب ماشي، البي خارجي بيساوي ميو عدد اللفات ان واحد في الاي على تو، ار خارجي اللي هي ار واحد هفكها بتلاتة ار اتنين، ار خارجي بيساوي تلاتة ار اتنين، يساوي ميو في ان اتنين في الاي اللي هي نفسها على تو ار اتنين. هشيل الميو مع الميو والاي مع الاي والتو والار اتنين مع التو والار اتنين، اتبقى فوق هنا ان واحد وتحت تلاتة، واتبقى هنا ان اتنين بس. يبقى احنا عندنا دلوقتي نضرب طرفين فاصلتين، يبقى ان واحد بتساوي تلاتة ان اتنين. ندور على الاختيارات هنلاقيها الاختيار رقم الف، ان واحد بتساوي تلاتة ان اتنين. نيجي نشوف المسألة اللي بعدها. في الشكل سلك اكس واي يمر به تيار، وضع مماسا لحلقة دائرية نصف قطرها ار يمر به تيار اي اتنين، لكي يصبح مركز الحلقة نقطة تعادل اي الاختيارات الاتية تمثل النسبة بين اي واحد على اي اتنين ويحدد اتجاه التيار في السلك. علشان دي تكون نقطة تعادل لازم تبقى الناتجة من الطرح. طبعا احنا لو ركزنا مع تيار الحلقة هنلاقي ان مجاله عمودي على الصفحة اللي خارج يعني نقطة، يبقى لازم يجي من السلك دون اكسات. عشان يجي من السلك اكسات لازم يكون تيار السلك للاسفل، يبقى دي اول حاجة عشان يبقى هنا نقطة من الحلقة، وفي نفس الوقت يجي مجال عمودي على الصفحة للداخل يبقى لازم يكون المجال اكسات. ممكن نقولها بطريقة تانية ان احنا عايزين اتجاه التيار مختلف، لو انا قربت السهم ده يبقى لازم السهم ده يكون لاسفل زي ما احنا شرحنا في الفيديوهات اللي قبل كده، يبقى احنا عرفنا انها لاسفل، دي لاسفل ودي لاسفل. طيب نقول بقى ده نقطة تعادل، يبقى بي حلقة هتساوي بي سلك، بي حلقة ميو في الاي عبارة عن اي اتنين على التو النصف القطر بار، هيساوي ميو في اي السلك، احنا هيبقى اي اتنين هيبقى اي واحد بقى عشان احنا عندنا اي اتنين هو تيار الحلقة، يبقى اي واحد على تو باي ار، لان المسافة دي سلك مماس فدي هي الار. هختصر الميو مع الميو والتو ار مع تو ار، هيتبقى هنا اي اتنين وهيتبقى هنا اي واحد على باي. احنا عايزين النسبة بين اي واحد على اي اتنين، هنقول ان احنا عندنا اي واحد على اي اتنين مقدم على مقدم يساوي تالي على التالي، يعني اي واحد على اي اتنين بتساوي باي على واحد، بتساوي باي على واحد. يبقى انا هختار الاختيار هون، هختار اختيار رقم ب باي لاسفل.
إن شاء الله نكمل بقية الأسئلة في الفيديوهات القادمة، والسلام عليكم.